اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باساتذتنا الكبار في هذه الفقره. الاستاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا وسهلا. ايضا الاستاذ محمود صبري، اهلا بك يا استاذ محمود. اهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك كابتن. طيب خليني ابدا مع حضراتكم و ما او موضوع الساعه اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع حسين الشحات وما حدث مع حسين الشحات. نعم، اعرف راي حضراتكم في هذا الامر واللي بيحصل بشكل عام في هذا الموضوع. هو اللي بيحصل طبعا حاجة أوفر جدا، مبالغ فيها جدا، لأن هو الواقعة ما حدش أنكرها حصلت، وحسين الشحات اعتذر سواء كان قبل الخروج من الاستاد أو بعد كده بالبيان اللي طلعه. ثانيا النادي الأهلي برضو كان مبادر بتوقيع أو بالإعلان عن توقيع عقوبة على حسين الشحات. الشيء المؤسف بقى هي المبالغة الشديدة من أنا مش عايز بس أقول حاجة، أنا عايز أقول إن هم بيتربصوا لإفساد الأجواء. يعني لنفخ جدا في الموضوع لدرجة كأن في حرب عالمية دارت أو هتحصل أو بيمهدوا إلى حرب عالمية، وموصلينها لأن هي مشكلة بين المغرب ومصر. طبعاً. يعني دي قمة مأساة على فكرة. صحيح. يعني حرام جدا جدا اللي بيتعمل ده، فبركة والأشياء فبركة بقى إنها وصلت. أنا خايف أقرأ إن الأمم المتحدة تدخلت، الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن. طبعاً. والله العظيم بجد. طبعاً. حرب يعني شيء غريب جدا جدا، وده كله لمجرد استغلال وقع حصلت وممكن تحصل في ماتشات كتيره جدا على مستوى العالم. انا استاذ جمال كلنا لعيبه، يعني في حاجات بتحصل اكتر من كده كمان، بيحصل اكتر من كده. بس كمان اولا ما كانش فيها اي نوع من العنصريه، برضو لازم نحط اعتبار للنقطه دي. ما فيش اهانه شخصيه او اهانه لدوله طبعًا. يعني مفيش حاجة. لا لا سيبك من الكلام ده، الكلام ده كلام يعني احنا بنرد يعني على ايه يا كابتن؟ لا صح يعني. لا انا برد على بعض الشائعات والكلام الكتير اللي اسير في هذا الامر. يعني خلي بال حضرتك، احنا برضو لازم ناكد على حاجة، احنا مش بندافع عن موقف خطأ حصل. هو احنا كل الناس تقول هذا الكلام. لا ده بدليل انه مش احنا قبل ما احنا نتكلم عشان ما حدش يسمعنا يقول ايه ده بيبرروا وبيعملوا. لا 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 إيه، صاحب الشأن نفسه حسين الشحات طلع وعمل كذا وكذا وكذا، النادي الأهلي نفسه عمل، يمكن عمل كمان إجراء أقوى من الإجراء اللي عملته رابطة الأندية يعني من ناحية المالية. فده كله لازم يوضع في الاعتبار برضو. وبعدين للأسف الشديد أن هناك بعض المسؤولين في أندية مصرية بيحاولوا ينفخوا في هذا الأمر للايقاع بين جماهير جديدة المغرب ومصر. حاجه غريبه وجماهير دي جديده يعني. نعم دي جديده. ما هي مش جديده، بس جديده بس هم معروفين. ايوه بس هنفضل لغايه امتى بنتصيد؟ ما هو ده برضو، هل اي واحد عمل بوست مزيف ده مش يعاقب ولا يحاسب؟ يعني اي حد عمل حاجه مش مفروض يحاسب على هذا الكلام؟ يا استاذ جمال اللي لو كان اتحاسب كان اتحاسب العمل الخطاب المزور بتاع واقعة 2018 بالظبط، بتاع التزوير انه الاهلي دفع للحكم. وده اللي انا كنت بقوله. ده ما حصلش. كنا بدانا في امر على فكره، انا ما كانش عندي مشكله ان انا ادي لحسين الشحات يا استاذ محمود 100 ماتش. عايزين تدوا له 100 ماتش ادوا له 100 ماتش، بس لو اللائحه بتقول كده، ولو انت محمود صبري قبل كده غلط من سنه كنت اديته 100 ماتش، فكنا ساعتها هنقدر نقول لك ايه؟ لا شابوه. أيوة لا مش شابوه، ده تيشيرتات اترسمت صورته على التيشيرت واتعمل منها لقطه، لقطه السوبر الشهيره يعني اتعمل منها لقطه. انا لا اميل يا كابتن اسلام الى جزئيه ان انا هقعد اجيب لك وقائع مشابهه يعني. مشابهه بالظبط كده. بص لكن انا عاوز اقول لك ان حق الموضوع واللي حصل امبارح ده شيء مرتب، ده هدفه اكبر من كده. هو هدفه يعني هو هدفه النادي الاهلي في حد ذاته مش حسين الشحات. يعني حسين الشحات اخطا، اخطا مسؤول عن خطا ومسؤول عن خطا، والنادي الاهلي كان اسرع، في توقيع العقوبه عليه، وهو الشحات طيب طلع نفسه يعني. قرار رابطه الانديه كانت عندها العقوبه، تعمل ايه رابطه الانديه يعني تاني زي كده؟ طيب الناس عندها خلفيه مش عاوزه تسمع، عندها خلفيه الحوار قبل كده، وعندها خلفيه لا مش عاوزه تسمع الحوار. هو انا عاوزك دلوقتي
تحيل حسين الشحات المطالبات اهي المطالبات اللي مطلوبه، احالته للنائب العام، احالته للمحاكمه، شطبه ايقافه 6 شهور ماشي، تحرك السفاره المغربيه. احنا دلوقتي انت على نظام تحرك السفاره المغربيه وتحرك ايه المغرب، يعني انت خليك على النظام ده زي نظام ايه اللي حصل قبل كده، وكل مره حصل قبل كده فين مع الترجي، حصل بعد كده مع مين، مع الهلال السوداني، والمشهد كان عامل ازاي، وهم هم نفس الاشخاص وهم نفس الاسلوب وهي نفس الحدود. انا ببرر دلوقتي فشلي، ما عنديش حاجه، هعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اعمل لك اي مشكله، عاوز احفر لك حفره احطك فيها، مش عاوزك تطلع. بص انا خارج بموسم صفري، انا بكلمك هعمل ايه؟ كل حاجه هدور عليك ايه؟ ماشي، خلصت من على نظام، خلصت من نظام المبادئ والقيم، تروح تساله طب فين المبادئ والقيم انت بتتكلم عليها؟ المبادئ والقيم عادي يعني في اللقطه دي بالنسبه لك؟ ما انا هقعد ايه هعمل لك مشكله، انا مش هعمل لك حاجه، ما انا هدور على اي حاجه. الخطا صدر، اه في يا جماعه خطر ومعترفين وكل حاجه، بس النادي اتفرج ما اتفرجش عاقب، اكثر هعمل كده ايه تاني اكثر من كده؟ انا اعترف ان يعني انا نادي تصرف غير مرفوض، على تصرف فكره مرفوض. والرقم اللي بيقال معلش مره تانية الرقم اللي بيقال، لا هو رقم اكبر من كده، مش هتبقى حضرتك وفي اجتماع برضو بكره اللي دعا عليه كابتن، انا اعتقد الاجتماع ده كابتن الخطيب للتدارس في شكل الفرقه. بالظبط، على فكره كابتن اسلام ماشي اللي حصل في المجمل. طيب الناس ما جابش ليه تصرفات دكه بيراميدز والاداريين اللي قاموا راحوا ناحيه الجمهور عملوا التصرفات، الحاجات دي ما اتشافتش ليه يا جماعه؟ وليه بيراميدز بالذات؟ وليه اللاعب ده بالذات؟ طب ليه الناس ما فكرتش في واقعه السوبر وتصرف معالي معلول؟ ها؟ وتصرفه واصراره على نافذة علي معلول بكلام احنا ممكن لا الكاميرا هتجيبه، بس مش هينفعل برضه. بلاش الاهلي خالص، انا بكلمك. طيب بلاش الاهلي خالص. طيب هو كان في خناقه قبل كده في ماتش الاسماعيلي وبيراميدز فيما يخص برضه اللعيب ده مع محمد حسن لاعب. بلاش الاهلي، انا بقول لك خلاص بقى، حتى الاهلي بقى هتبقى قطته. طيب جمل يا هو عشان طرف، انا انا بقول لك ايه دلوقتي، انا دلوقتي بقول لك ايه، انا قاعد الغريبه انك انت في حدث ليس لا ناقة ولا جمل، يعني انت مالكش، مش مسؤول، مش ماتشك، يعني المفروض يطلع يتكلم مين؟ زي تبريرات مثلا كابتن هاني سعيد بامانه شديده، يقول لك اصل انا عملت وبعد كده لما قالوا لي وشفت اللي مش عارف مين، فانا لا عنده رد فعل على اساس ان الولد اللي كان يعني اللاعب نفسه سوري انا اسف اللاعب نفسه طبعا يعني كانوا ما قالوش مثلا ايه اللي حصل، لا مش ما قالوش، ما هو اللاعب نفسه عارف اللي حصل معاه. انا بسالك سؤال، وهو واقف قدام حسين، مين قال مين قال يا كابتن اسلام انه حد يوافق على التصرف؟ لا يمكن، واي منطق؟ وانا بقول لك اهو وبقول للناس هتشوفوا الاهلي هيعمل ايه، يعني ما تسالش المساله وما تكبرهاش، لانه برضو النادي عنده حدوده ويحافظ عليها، اللي هي كلمه يا جماعه البدايه المبادئ. خلي بالك بس عشان حدود، عشان هيعمل ايه دي، خلي بالك لانه كان في كلام من شويه على كده يعني لا لا الناس رايحه في سكه اللي يقول لك بيع واللي يقول لك كل ده كلام، ده كلام لا لكن الاهلي خد موقف، يعني اقول لك ايه، النادي الاهلي موقفه هتشوف انت التصرف ازاي عامل ازاي. خلاص انتهى الموضوع يا جماعه، وعاوز اقول يا جماعه افكركم، مش عاوز افكركم بالتاريخ القديم، لانه ايه الاهلي برضه ليه خطوات قبل كده، وهنبدا من واقعه ابراهيم حسن في المغرب برضه في تصرف قبل اتحاد الكره ما اجتمع، كان الاهلي عامل قرار واخد عقوبه فارضة، تصرفات كتيره جدا يا جماعه. يعني عاوز اقول ايه، لكن المساله الشيء المحزن والمرعب في الامر هو تحويل برامج بعينها وقناه بعينها، ان هي تركت كل شيء وتحولت الى ابتزاز وتصفيه لعيبه الاهلي، لما يطلع مذيعين يكتبوا بوستات ويحيوا ويشيدوا وهم ما عندهمش يعني الخلفيه الحقيقيه، وما شفنا لهمش مواقف، وعارفين انه مثلا هيقولوا في الاهلي زي ما هم عايزين ومحدش هيرد عليهم، لكن لما بيتكلموا عن اماكن اخرى عارفين هيحصلوا ايه وهيتمنعوا ويتوقف وبرامجهم تقف، عارفين الحدود. يا جماعه يبقى فيه عدل في التناول، ويبقى فيه منطقيه ان احنا نتكلم عنها. الاهلي خد موقفه والاهلي خلاص خد قراره تجاه اللاعب، لكن المساله ابرز من يعني اخطر واكبر من ان احنا نصعدها نخليها دول. برافو عليك يا استاذ محمود، انا يعني بس عايز اخدك يا استاذ جمال في سكه اخرى. المناخ العام في مصر او في انا اسف في الرياضه في مصر هو اللي بيوصلنا لهذا الشكل اللي طبعًا احنا شايفينه طبعًا. بمعنى ان انا بشوف، انا كواحد متابع للرياضه في مصر، بفتح بلاقي فلان طالع وعمال يشتم في محمود صبري وفي جمال الزهيري وفي اسلام الشاطر وفي علي وفي اداره الاهلي والساعات والمش عارف ايه والبتاع، بقى لنا 4-5 سنين في هذه القصه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ طبعا. والدنيا ماشيه، مفيش حد ولا حد بيتعاقب ولا حد بياخد حاجه ولا بتاع. ما هو احنا قلنا، فهل المناخ الرياضي محتاج لتنقيح؟ وبعدين يطلع الاعلام ما بين قوسين يعني الموضوعي
اللي هو بيتكلمش غير عن النادي الاهلي في الموضوعيه تلاقيها النادي الاهلي على طول. اول ما الاهلي يقولك موضوعيه صح اي حاجه اي حد تاني تلاقي ما حدش بيتكلم ولا حد بيفتح بقه على كميه التجاوزات اللي بتحصل بقى لها سنتين وثلاثه واربعه ولم يحدث اي شيء. وعلى فكره بقى كابتن اسلام انا بشوف احيانا الباطل او الخطا صوته عالي. حسين الشحات غلطان النادي الاهلي عقد. ما احنا ما قلناش لا طبعا لا معلش كل شويه لازم نقولها طبعا علشان ايه اللي يقول لك انتوا بتدافعوا عن بص قاعدين بيدافعوا عن حسين. احنا كل جمله لازم نقول الجمله دي وانا بقى في دي تحديدا كل جمله اقول الجمله دي. انا هقول لحضرتك انا قريت النهارده برضه بوست لاحد الزملاء محمد عصام صحفي في روزا اليوسف هو متزوج مغربيه وقريب من الناس في السفاره المغربيه. اوكي. هو قال كده بالظبط. انا شفت كميه هبد النهارده في موضوع حسين الشحات ما شفتوش قبل كده. وعايز اطمنكم بس انا تواصلت مع مسؤولين كبار في السفاره المغربيه وفي الاتحاد المغربي وكله بينفي. اقول لكم على نقطه انهم مش عارفين اصلا ان كان في ماتش امبارح فيا ريت تكملوا هبد لاني مستمتع قوي. نسيت اقول لكم ان مجرد ضرب التبانه هتضرب الاهلي نووي عشان حوار الشحات. يعني هي الفكره انه الراجل انا ليه حبيت البوست ده؟ لانه هو بيخش في الموضوع بيقطع كل المحاولات بس تعرف على انا ما فكرتش في كده. ايه؟ يعني انا عارف ان بيقطع كل المحاولات امام استغلال هذه الواقعه في تضخيمها والايقاع بين الجماهير هنا لا خالص والجماهير المغربيه. وبعدين احنا يعني مش بنتعلم من الدروس ولا ايه؟ كل شويه لازم نعمل يعني لازم حد يطلع هم اشخاص بعينهم يا استاذ جمال يا استاذ احمد بتكلم عنهم. نعم اشخاص بعينهم. يعني انا فيش أيوة طبعا انا في بدايه كلامي قلت ايه؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بالظبط. فانا على فكره انا مش محتاج ادور مين اللي عمل البوست ده بتاع الجامعه المغربيه. مش محتاج ادور. ما هو لانه حصل في 2018 ايوه طبعا انا مش محتاج ان انا ادور تاني مين اللي عمل كده. انا متاكد ان محمود صبري اللي عمل كده مثلا يعني هي الفكره. يعني ايه الناس بقى اللي قاعده متفرغه لاستثمار تعكير الاجواء عشان انا ما عنديش يعني حاجه اعملها. انت عندك لازم الوسط الرياضي ده يبقى متعكر وكله واحنا امتى هنخلص حاجات بتخش بعضها. امتى هنخلص من اللي احنا فيه ده بصراحه؟ انا نفسي اطلع اتكلم فني واجيب حضرتك تكلمني في النواحي الصحفيه ونتكلم في حقائق. احنا يعني طول الوقت ما بنتكلمش غير مخطط على مخطط يا كابتن اسلام عشان نكون واقعيين ما نضحكش على بعض. اتفضل. طبعا اداره النادي الاهلي بتتبع الاسلوب القانوني في الحفاظ على حقوقها طبعا. واكيد هناك حاله من الرصد للاجواء الحاليه والتجاوزات الواضحه واضح المبالغ فيها واضح. هناك اتجاه مرسوم وتكلمنا عليه قبل كده وقلنا هناك محاوله لشيطنه الاهلي بصوره او اخرى وتشويع علاقاته. نعم. ويسير هذا المخطط من الداخل ومساعده اخرين موجودين بيعملوا في صحف عربيه في الرياضه المصريه. ماشي. طبعا انا بكلمك اهو طبعا. وبيجيدوا اللعب على هذا الوتر في ظل حاله من الاحباط الذاتي والداخلي والكبت البالغ مليء بين الحقد. ما هو الحقد ده هو ده رقم واحد. يعني الحقد ده رقم واحد. انا مش عارف اعمل لك عاوز اوقفك مش عارف اوقفك ازاي في الملعب. وقفني أنا في الملعب. ايوه مش هوقفك في الملعب. انت في الملعب خلاص خلاص. بص انت في الملعب عملت ايه؟ يعني مثلا ايه في ناس ما اعرفش هل هم فعلا صحفيين ولا بينتموا ولا مدعين ما اعرفش التصرف. يعني يقول لك ايه اصله محمد هاني يستحق الطرد. هو ما خدش باله مثلا في لقطه القمه من حسام عبد المجيد كان هيكسر رجل حسين الشحات طرد مباشر وبرضه الفار ربنا يسامحه ويبارك له عمل نفسه ما شافش. يعني عاوز اقول لك ايه بيجي يلعب على حتت ايه؟ على الحتت اللي هي تهمه. ما خدش باله مثلا يقول لك ايه وسب الدين. مين يا جماعه يقبل بالكلام ده والتجاوز ده؟ لا احد يقبل. مفيش بني ادم عاقل. يعني عاوز اقول لك ايه مفيش حد عاقل. لكن انت المرحله تصل الى الشيطنه والتزوير يا جماعه الامر كده هيصل. انا بقولها لكم اهو من هذا الشحن المتكرر هيصل برضه الكارثه. ما تقوليش هقدر اسيطر. مش هتعرف تسيطر لو فلتت الامور. الامر كده احنا بندي مقدمات خلاص خلاص. انا دلوقتي قاعد هنتظر لك بقى. ما انا مش ما انا كمان كجمهور طرف تاني قاعد هنتظر لك لما اشوف هتعمل ايه في الايام اللي جايه خلاص. فالمساله ترك الامور وتكبيرها وتضخيمها وادخال اطراف خارجيه
من الخارج وان انا احاول اصعد كل ده عشان اعمل مشكله للاهلي، مش هتنجح في المساله. يعني عاوز اقول لك ايه، لانه الاهلي اذكى وادارته فاهمه واللي حوالينه فاهمين وعارفين ايه هو الهدف. عاوز تحفر لي وتزقني، انا بقول لك اهو مش هيحصل، لانه انا خلاص عقبت وخدت قراري ومش هتخليني احيد، مش هتخليني احيد عن ومش هتخليني القيم اللي انا مش هتخليني احيد عن الاخلاق والمبادئ والقيم اللي انا هفضل ماشي عليها او اللي انا فاضل ماشي عليها من 1907 وحتى الان، لمجرد ان انا اللي هي مضايقاك لمجرد ان انا اخش معاك في خناقه. انا بكلمك اهو اللي حصل كمان نفتكره بسرعه، اللي حصل ايام ماتش الهلال السوداني والاهلي 20 20 20، ده في 20 20 وفي 20 20 والماتش الاخير، لا الماتش الاخراني ده 20 20. ايه محاولات برضو حتى تشجيع، تكريم رئيس نادي الهلال، لا تكريم باسط نادي الهلال، تكريم باسط نادي الهلال، تشجيع الاخوه في الهلال على ان هم يقاضوا النادي الاهلي وان هم يلجأوا للفيفا وان هم يعملوا مش نفس الكلام إيه. نفس الشكل ده برضه، يبقى اذا هو اسلوب متبع لا يصلح معاه غير الناحيه القانونيه زي ما النادي الاهلي بيعمل اللي هو لايقاف مواقف معينه. صحيح. ثانيا ان انت تترك كل اللي عاوز يتكلم يتكلم، والاجراءات بتاخد مجراها. صحيح. يعني انت يسيبنا احنا نرد، يسيبنا احنا موجودين نرد. بالزبط. لما حصلت وقعت اعتداء جماهير نادي الزمالك على بعثة الترجي في استاد القاهره وهم خارجين ضد رايحين ماتش ورايحين يعملوا التمرين، في حد من البرامج قلت له حل هالموضوع اللي بيدونا للقدوه والمثل، يعني اللي هو الاعلام الموضوع يعني لا وقت لما حصل الموضوع في حد من البرامج المعروفه الكيوت يعني طلعوا علقوا وقالوا يا جماعه ما يصحش. ماشي. طلعت قناه النادي الاهلي عملت برامج وكسرت الدنيا وجابت ناس قاعده تتكلم. لا 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 ولا انا بسأل انا بوريك يعني لا ولا حد دخل يعني. اسالك سؤال، هل انت وطلع اعلام وقال لك والحق وعمل اللي انا عاوز اقوله، اذا كنت انت فاكر انك انت لما بتعمل الحاجات دي الامور هتعدي عليك، مش هتعدي عليك لانه الدنيا زي ما بيقولوا دواره. ها ماشي. صحيح. فانت لو فكرت انك هتعدي من هنا هتقع هنا. بالظبط. احنا للاسف هندفع كرتنا ورياضتنا، هندفع من سمعتنا. بلدنا اكبر من نصل انه منافسه ما بين فريقين او ثلاثه او اربعه يصل بهذه المرحله الى هذا الحقد وتصيد الاخطاء واللعب. طب ليه لو كل واحد فينا فكر مثلا في ناديه، يعني خليك في مشاكلك ايه الهدف الاساسي ان انا ماده دسمه بالنسبه لك على مدار اربع خمس يعني على مدار اليوم كله، وقناتي على مدار اليوم كله انا قاعد بس بتفرج على يعني كل همي ان انا ابص على اللي انت بتعمله. طب ما بتكلمش عن نفسي قد ما بتكلم عليك. الامر في غايه الخطوره بامانه شديده، وانا شايف صمت والهيئه الوطنيه للاعلام ولا كانه حد يعني عاوز اقول لك ايه، ولا حياه اللي ولا حد سامع ولا حد شايف ولا حد واخد باله من الناس اللي عاوز تدينا في المصر والقيم، وهي اصلا في حد ذاتها راس كل خطيئه. بامانه شديده يا كابتن، النادي الاهلي لابد في الفتره دي من اذان وعينين مفتحه جدا مركزه جدا، في تركيز على الكلام اللي بيتقال، لازم الحاجات دي تعملها فايلات. يعني عاوز اقول لك ايه، لان على فكره انا بقول لك اهو لابد من اخذ الحيزه والحذر بامانه شديده للمرحله الجايه. هناك امر يرتب، في امر يرتب الموسم الجاي هبقى عامل شكله ازاي، هعمل معاك ايه، خلاص انت خدت يعني 10 من 10، لا السنه الجايه كفاياك كده، عاوزين هنعمل معاك الواجب، هنعمل معاك الواجب بطريقتنا. شوف تشبيه، احنا اتفقنا على قبل ما انا بقول لك اهو نفس الكلام احنا قلنا عليه. فانا بقول لك ايه، الى متى تتوقف عمليه الشيطنه للاهلي وتشويهه؟ هل عشان نجاحاته؟ طيب هل انت بتعاوز الاهلي يدفع فاتوره نجاحه؟ انا جاوبك اتفضل. لن تتوقف. لسه كنت برافو عليك يا استاذ جمال. لن تتوقف محاولات الشيطنه طول ما انت بتكسب بالظبط وبتاخد البطولات. عشان كده انا بقول لك لن تتوقف. برافو عليك يا استاذ جمال. عشان كده انا بقول لك لن تتوقف يا استاذ محمود. يعني انا بجاوب على السؤال، يجب ان تواجهها بقى. انا بقول ان انت لانها لن تتوقف. برافو عليك يا استاذ جمال. هي لن تتوقف لان النادي الاهلي لن يتوقف عن الفوز عن البطولات. بالظبط. وجهه نظري يعني. ايوه. النادي الاهلي لن انا نفسي بقول لحضرتك اطلع في حلقه اتكلم عن احنا عندنا اخطاء او سلبيات كذا 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 هيتعالج بالشكل الفلاني خلال الفتره اللي جايه او هنعمل كذا. يعني مثلا من ضمن ما يقال واحنا النهارده هنتكلم في امور مش ممكن، من ضمن ما يقال يقول لك ايه، اصل هم جايبين امام عاشور علشان يكيدوا نادي الزمالك. اه والله انت سمعت؟ ما سمعتش كده؟ سمعت كده. طبعا بنسمع اكتر من كده يعني صفقة. لكن أنا لما تيجي تفكر في الصفقة دي من الناحية الفنية بعيدا عن أي حاجة، بعيدا عن أي كلام، إمام عاشور جاي لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، من حقي كنادي أهلي أشتريه، إن أنا أشتريه وأعرض
لانه المدير الفني عايزه، لجنه الكره عايزاه، او لجنه التخطيط عايزاه، وبالتالي هو مفيد للفريق اللي في هل كنا هنجيب امام عاشور لو حمدي فتحي ما مشيش مثلا؟ لا طبعا، لا طبعا. برافو عليك، هي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. طيب هو من امتى لا توجد صفقات يا شباب؟ لازم حضراتكم تبقوا عارفين هذا الامر. لا توجد صفقات للمكايده، مفيش حاجه اسمها صفقات للمكايده. يعني ادفع 3 مليون عشان كده كان في صفقات بجيبها عشان احسن فريقي. شوف الفكر بقى، اتفضل. هو ده هو من امتى يا كابتن اسلام؟ على مدار التاريخ يعني، من امتى النادي الاهلي جاب صفقه مكايده؟ وباي عقل هيتم ده؟ يعني على رايك كده هتدفع 3 مليون دولار عشان انا ادفع 3 مليون دولار السيناريو حلو على ايدك مثلا؟ ده ما طيب بغض النظر، هي الفكره اذا كان هناك. انا دايما بشوف ان اذا كان هناك للزمالك اهو، انا بقولها اهو، اذا كان للزمالك اسلام مثلا، يعني في لعيب في النادي الاهلي جامد جدا وكل حاجه وهيمشي من النادي الاهلي، ومن حق نادي الزمالك ما تتفاوض معاه. من حقك تتفاوض معاه. طب ما تتفاوض، ما تاخده. ايوه لو تعرف تاخده خده بالظبط. لو عايزه وهو اللاعب جالك اتفضل. امام مش لاعب مش في الزمالك حاليا. لا انا بتكلم هنا، انا بروح للنقطه مباشره اهو. ما بلفش ولا ادور يعني. تمام، انا رايح للنقطه مباشره. ايه المشكله؟ ما عايزين نوصل لهذه الثقافه يا استاذ محمود يا استاذ جمال. ان انا راجل خلاص فاضل لي 6 شهور في عقدي، انا في شهر 1 من حقي كل الانديه اللي في العالم تتفاوض معايا وانا بلعب في نادي الزمالك او في نادي الاهلي. فمن حق كل الانديه انها تتفاوض معايا. يتفاوض اللي يتفاوض. ايوه هو ده، نفسي نوصل لهذه الثقافه. توصل فيه بالعقليه، لانه بالعقليه دي توصل. لا طبعا مش هتوصل. على الاقل احنا كاهلاويه. انا هبرر لك ايه يا كابتن يا استاذ جمال؟ انا هبرر لك ايه دلوقتي؟ انا ما عرفتش ارجع الولد. ما عرفتش، والولد ما عرفش ارجعه. اللي هو مين؟ نادي الزمالك. ما عرفش يرجع الولد. ما عرفش يجيب. يعني لو عنده الامكانيات وعارف يجيب كان الولد هيقول ايه؟ هيقول لا، ما قال يا جماعه يلا تعالوا خلصوني. خلاص انا شايف ان انا كسبت فيك 100 مليون ولا 90 مليون جنيه ولا 100 مليون. انا دلوقتي مش عارف المنافس بتاعي عنده المقدره انه ياخدك. هبوظ الصفقه بايه؟ بان انا اشوه المنافس واشوه كل خطوه بيعملها، واطلع لك مبادئ وقيم اتضربت، واعمل بقى واعمل ضغط رهيب عليك جدا. انا بحاول اشوه لك الحاجه اللي انت بتعملها. هيعمل بالدرجه دي؟ هوصلك للدرجه دي. هو فاكر ان هو ناجح في المساله. ليه بقى؟ لانه عشان ما حدش يتكلم على ايه؟ فين يا جماعه؟ نسبه اعاده البيع في الصفقه راحت فين؟ يعني حق النادي فين؟ حد يتكلم عنها دي؟ حدش يقدر يتكلم، الصوت هيبقى واطي وخافت ما تسمعهوش. ماشي؟ لكن اهم حاجه ان انا اعمل ايه؟ اصل لمرحله ان انا اعمل مع الاهلي مشكله وابوظ له واقول له ده شتم وعمل وسوى ودخلنا في الحدوته. لكن ايه؟ ما قلتش يا جماعه هل الاهلي كان امام مثلا موجود في الزمالك وعقده خلاص هيخلص يا جماعه؟ او عقده ما خلصش وعرف يخلص ويقول لك ايه وعمل كوبري كلام كبير جدا. ده عندنا كباري وانفاق. لا انت دخلت على برضو على نسختها، هتاخد نظام ايه؟ كباري وانفاق في المرحله دي. كباري يا استاذ جمال والانفاق. انا اسف ان انا هدخل نفسي في الموضوع ده، ولكن قال لك ده اصله اسلام الشاطر عمل كوبري، وانا بس انا نفسي ببقى قاعد في وسط ناس فبسمع حاجات ان انا عملت. لا انت جربت بقى، وجربت وركبت الكوبري ونزلت من الكوبري. ايوه وهذا الكلام عاري تماما من الصحه. بس ما كانش كوبري ميتلاند. لا كان كوبري حاجه ثانيه. فيقول لك اصل انتوا عملتوا كباري، وهذه ليست الحقيقه. الحقيقه ان النادي الاهلي محتاج امام عاشور، فجاب امام عاشور. بالظبط. كان ممكن ما يجيبوش على فكره. ممكن يجيب، ما هو كان في امام عاشور رقم 1 مثلا، وجمال الزهير رقم 2 ومحمود صبري رقم 3. ممكن يختار. لو ما جابش امام كنا هنجيب جمال، وما جابش جمال هنجيب محمود. ما هو ده على اساس ايه يا كابتن؟ الاحتياجات الفنيه. أيوة. فندم انت محتاج حد هنا في المركز. بالظبط كده. الحد ده ممكن يبقى 1 و2 و3، لو ما وفقتش في ده مش هتقف. لا مش هتبطل بطولات. بالظبط. هتدور على غيره. مش ده صح ولا صحيح. ايه؟ يبقى انت عندك بدائل، يبقى انت دارس الموضوع زي اللي بيقارن بين ان انت رايح تجيب لعيب ولما بيجي عندك لعيب يمشي بتزعل. من حقي ان انا ازعل لما اكون عندي لعيب. في ناس بتستكتر عليك ده. لا انا من حقي، ما انت مش هتحاكمني. صحيح. انا من حقي ازعل لما يبقى عندي لعيب في فريقي ويجي يسيبني ويمشي. الله طبعا طبعا لازم ازعل. طبعا. ولازم اصل دي بيقعدوا يعني هي ازدواجيه. في ازدواجيه في ايه؟ يا عم انت رايح تاخد اللعيب اللي كان بيشتمك واللعيب اللي عندك يسيبك ويمشي وبتزعل. يا سيدي بزعل، انا ما احبش حد يسيبني. صح ولا غلط؟
انا كنادي اهلي ما بتحبش حد يسيبك. هل ده غلط ولا صح؟ طب انت كاداره طبعا. لا انت كاداره طلعت شوهته؟ لا طب ما طلعتش ما تكلمتش عنه. طريقه عاوز اقول لك ايه؟ طب ما انت عندك حمدي فتحي خرج من الباب الكبير وكل جمهور النادي الاهلي لا والنادي الاهلي بارك الصفقه صحيح وكمل واستفاد منه ولعب. وقد نسمع اسماء اخرى خلال يعني مش السنه دي يعني ممكن السنه الجايه السنه اللي بعدها الله اعلم. اي حد هيتعامل باحترام والجمهور هيحبه ويبقى محترم زيه زي بقيه كل الناس المحترمه اللي موجوده في كل مكان هيتعامل باحترام لان هذا هو النادي الاهلي وهذا هو اسلوب النادي الاهلي. كابتن محمد الشناوي النادي الاهلي بيقول له ايه؟ العرض لو مناسب ليك لاسمك ومناسب لاسم النادي الاهلي انا موافق ولا ما بيقولش كده؟ ما ده معلن على الجميع. يعني اذا مساله اداره العمليه الاحترافيه سواء بالاستيراد او التصدير داخل النادي الاهلي لا نظام ما هياش ماشيه ده زعلان وده جري وده اتقمص مفيش الكلام مفيش كلام من ده. برضو سمعت الكابتن حلمي طولان عندما كان يتحدث اعتقد محترم مع كابتن كابتن حلمي او مع سيف يعني مع كابتن سيف او مع كابتن شوبير مش فاكر كابتن شوبير نعم كابتن شوبير اخر حاجه كان مع شوبير فبيقول له في الاهلي انا بحب احترافيه يعني كابتن حلمي بيتكلم على احترافيه ان الاهلي بيقول له كل واحد عارف شغله. انا رحت الكابتن سيد بقول له انا عايز مثلا فلان الفلاني قال لي انا يعني روح لامير امير توفيق. فلما جه الامير كل واحد له شغله كل واحد له شغله وبالتالي هو ده النادي الاهلي وهذا هو الفارق الكبير اللي بيتكلم عنه الاستاذ محمود طبعا. وعشان اقول حضرتك رديت عليه وقلت له ان هو لن ينتهي لان هو بالفعل لن ينتهي. انت لازم تتوقعه لان دي حاجه موجوده. يبقى انت خلاص كده يا استاذ جمال يبقى انت يا كابتن اسلام خلاص كده انت على هذا النظام شيطانة الاهلي لن تتوقف. يبقى انت خلاص عملت ايه الليله وضحت لن تتوقف خلاص الليله وضحت والدنيا واضحه مش من دلوقتي الكلام ده النهارده. انت ليك النهارده في حدود 6 سنوات او 7 سنوات بامانه شديده تتعرض لحمل التشويه من منافس بصوره شرسه لا تتوقف يوميا. طيب وبرغم كل هذا انت تسير والسفينه تسير نحو تحقيق الالقاب صحيح خلاص والعالم يتكلم عنك والدول العربيه تتكلم عنك والكره الافريقيه تتكلم عنك. لو انت وقفت وشغلت نفسك بهذا الكلام والكلام ده عطلك خلاص يبقى ايه نجحت طبعا. لا نجحت المهمه اذا عليك انك انت تستعد اكتر وتركز ده اللي حصل وتقلل عيوبك وانا بقول لك اهو ما ده اللي حصل انا بكلمك اهو انا بكلمك للي جاي للي جاي هيكون اكتر من كده يعني اعتبر ايه لانه اصعب اصعب محافظه على ان انت تكسب البطولات كلها ده صعب ليه بقى دلوقتي ايه المبرر للي بيعمله بيراميدز والمسؤولين اللي فيه ليه يعني الشده دي ده ماتش تحصيل حاصل مش ده المدرب اللي قال لك انا كذا يعني هيقول لك ان انا لا معلش خليني اخد انا الطرف الثاني هقول لك ايه انا بدور على حقي انت بزعلان ليه انا بدور على حقي انا مش مختلف معاه يكسب بس اقول لك ايه بس ما ينفعش تقول ايه في تصريحاتك انا مش مقتنع بالكلام ده لكن انا بقول ان انا بحط نفسي مكانه يعني بتيجي تقول ايه احنا كنا احق بالدوري طب حضرتك احق بالدوري اديني مبررك خسرت ليه فين ما خدتوش ليه وانا منعتك يعني انا جيت مثلا في ماتش خدت مثلا حاجه من عندك منعت. يعني ما انا كسبتك رايح جاي بالظبط وكسبتك في السوبر وكسبتك في الكاس وكسبتك في الدوري وخسرت الماتش ده. وعلى فكره اقول حاجه يا جماعه اتفضل بالنسبه لهذه الخساره هذه الخساره انا شايف ايجابياتها اكتر من سلبياتها بامانه شديده والله ودي جرس انذار لحاجات كتير جدا وزي ما بقول انا بديك صدمه عشان افواك واعرفك برضو ان اللي جاي صعب وانه ده منافسك في الموسم اللي جاي منافسك الحقيقي في الموسم اللي جاي في الدوري مع الزمالك ومع فرقه تانية هتطلع انا بقول لك اهو بيديك جرس ان انا هقابله دوري مرتين وممكن اقابله في دوري ابطال افريقيا وممكن اقابله في الكاس وممكن بعد بكره لو الامور انت ربنا وفقك في مباراه الداخليه ومثلا عديت مباراه مصر ولعبت وصلت ممكن يبقى الفاينل معاه. فاللي انا عايز اقوله ايه ده كله وضح لك وكشف لك الصوره وخلاك ازاي شايف المنافس اهو شايف التحول. مفيش حد طلع من اللي قاعدين فيهم سواء هاني سعيد ولا محمود فتح الله ولا اللي موجودين في قال لك لا محمد الشيبي معروف لا محمد الشيبي غلط لا محمد الشيبي راجل ملاك زي ما كتب احد المذيعين قال لك ده انسان وحماس وحاجه جامده جدا وحاجه فله يعني ماشي لكن ملوش دعوه باللي بيحصل من الداخل ومن الخارج يا جماعه. الامر واضح وصريح نخرج زي ما اداره الاهلي ولعيبه الاهلي قبل كده خلوا وقفلوا ودانهم وركزوا في الملعب وقدروا يعملوا ما عايزين. انا بقول اهو الهزيمه دي قد تكون بدايه وجرس انذار لما هو قادم
وللاستعداد للشكل رغم حاله الاجهاد الذهني الكبير جدا عند الفريق بعدد كبير جدا مباريات لسه الموسم ما انتهاش لغايه معاك لغايه عارف يعني ايه جرس انذار؟ جرس انذار ده اللي انا بنهار لا مش بتنهار يا كابتن يعني انا مش شايف معلش خلينا نتكلم لعبنا كويس خلينا نتكلم يا استاذ جمال هو الاستاذ محمود دلوقتي بيقول لك جرس انذار انا بشوف ان ده ممكن تكون يعني خساره ماتش ثلاثه نقاط في ظل انا اقول لحضرتك حاجه كلاعب بقى كلاعب كوره لعبت في مثل هذا التوقيت انت خلصت كل حاجه خلصت كل حاجه انا هقول لك وجهه نظر طبعا حضرتك لك لا وحصل تغييرات كتير انا كلاعب كوره انا كلاعب كوره ماشي يا عم حاجه رقصك مش هتيجي مش هتمشي معايا ما انت ماشي خلاص بقى ما انا خدت دوري وخدت كاس وخدت انت عارف برضو عايز اريح دماغي حضرتك عارف من باب النقد الذاتي معلش النقطه دي بس فضل. حضرتك يا استاذ محمود لو كل يوم بتروح المكتب الصبح هتزهق طبعا يعني هيجي لك وقت كده يا جماعه انا محتاج افصل امال بيعملوا الاجازه السنويه ايوه بيعملوا الاجازه عشان كده طب انا اقول لحضرتك حاجه من باب النقد الذاتي ان فعلا اللعيبه وصلت لحاله تشبع بس انا كنت بتوقع انا كمشاهد لا ناقد ولا كلام ولا اي حاجه انه الاهلي امام حرس الحدود ممكن يلعب بالاحتياطيين او بالصف الثاني او بالبدلاء ده انا بقول لحضرتك وجهه نظري اوكي امام بيراميدز لا لازم كان اللعيبه اللي تريح قدام حرس الحدود لا يريح العكس يعني كان العكس بس هي وجهه نظر لسه كنت هقول لك هي وجهه نظر راجل واخد خمس بطولات ايوه ما انا مش حضرتك كجمهور وكاداره أيوة وكلاعبين وككل حاجه وثقت فيا وانا دخلتك في خمس بطولات اقول له ايه يا كابتن انا دخلتك في خمس بطولات كسبت الخمس بطولات اقول له ايه بقى لا مش هقول له لا يعني انا كجمهور سيبك من الاداره والاداره بتقول كلام وحضرتك تعلم اكتر مني استاذ محمود يعلم برضه ولكن سيبك من الكلام انا بتكلم عن الجمهور تمام انا كجمهور وثقت في الراجل ده ولن تهتز هذه الثقه هو محل الثقه ومحل ثقه بالظبط ايوه لان هو فبالتالي يرى ما يراه بص هو وعد وحقق ما حدش يقدر يفتح بقه صحيح ما هو برضه انا عايز اقول الهيصه اللي حصلت دي كلها خلت فتحت الباب للحوارات ايه الهيصه اللي حصلت لا اللي هي ايه معلش الخناقه يعني او مشكله شحات مع الشيبي خدت كل الاضواء انما الحقيقه التي يجب ان تقال انه هذا المدرب وهذا النادي محقق 100% بطولات من الخمسه صح في عين العدو خمسه يعني اذا هو ده اللي انا بقوله طيب ما انا بقول لحضرتك بقى اللي يتقال حد يقول لك يعني انت هتشوف الحاجات الحلوه مش هتشوف هناك من ينظر دائما يعني للسيء مش من جمهور الاهلي خلي بالكوا ده من جمهور من بعض من لا يشجع النادي الاهلي لكن جمهور النادي الاهلي هو الله ومين اللي انتشل الفرقه كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض لو تفتكروا بعد ماتش اللي اتغلبنا فيه 5-2 وانا لا اخجل من ان انا اقول هذا الكلام ولا اخجل ان انا اقول ان انا اتغلبت 5-2 خلي بالك يعني اتغلبت 5-2 لكن بعد ما اتغلبت 5-2 هذا هو الفارق دايما انا اقول هذه الكلمه هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني لما تغلب 5-2 اي حد تاني اقسم بالله كان زمانه بيتغلب لغايه دلوقتي ايوه لكن انا بعد ما اتغلبت 5-2 جمهور واداره ولاعبين وجهاز فني حطوا ايديهم واعلام الاهلي كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض وقلنا يا جماعه السفينه لسه في وسط وهذا بعض. يحسب لكل المنظومه حق ربنا يعني ولكن اهم من يعني اللي بيزق الحاجات دي كلها مين هو جمهور طبعا فبالتالي لما جمهورك وقف معاك ووقف في ظهرك في الوقت اللي انت كنت مغلوب فيه 5-2 اللي ما بتحصلش دي يعني لما بتحصل دي بزلزال ممكن بعديها فعلا تقع خلاص لا في انديه كتيره لما تغلب نص صفر تتغلب على طول صحيح فهذا هو الفارق دائما ما بين النادي الاهلي واي حد تاني ما هو عشان كده لازم للاسف هذه الهيصه الدائره حول هذه المشكله يعني بتخلي الناس تنسى الانجازات اللي تحققت هذا الموسم لا محمد بياخدك لا مش هو بياخدك هو عاوز ياخدك في ملعبك ملعبه بس هو بياخدك عاوز ياخدك في ملعبه بس عاوز ياخدك في ملعبه عاوز يجرجرك معايا يا ريس انت عندك موسم صفري انت استاذ جمال استاذ محمود عنده موسم صفري وانا عندي موسم واخد فيه خمس بطولات تمام فانت هتعمل ايه المفروض ما نكلمكش بصراحه صح لا ازاي لا هنبوظ عليك ده اللي عنده نكسر لك لا ده لكن هو بيقولوا ايه بالظبط انت لما هو انت لو مسكت الكوبايه اللي قدامك دي ورميتها أيوة. الناس مش هتبص لي الناس هتبص لك انت ايوه ما احنا بنقول على كده ايوه هو صح. ده هو ده اللي بيحصل عشان كده الموضوع لا يجب ان يحصل على اكتر من حجمه الموضوع كله
انها هزيمه ممكن على فكره في فرقه ممكن فكر مدرب تاني يعتمد على الناشئين ويلعب هروح ليه يا ريس بعيد يكمل ماتشاته هو خلاص خلص خد البطولات بتاعته انت هتروح ليه بعيد يا استاذ جمال لسه الموسم ما انتهاش ايوه ماشي لسه في تكمله للكاس لا كان ممكن انا بقول لك اهو يعني اصبر لما خلي بالك هتحصل مواقف تانيه احنا لما نتكلم على انه في مساله الايجابيه من الهزيمه انا عاوزك تشوف حجم الانفعال من جانب لاعبي بيراميدز والعنف وبص على احمد توفيق عمل ايه في بص يعني بص على الاعضاء مش على من احمد توفيق طبعا. بص شوف خلي بالك العنف ده سمه لا خليني اقول لك حاجه العنف ده اللي بيلعب بيه احمد كان سمه فيه طول عمره ماشي بس خليني اقول لك خليني اكمل برضه عشان الحق يقال ولكن العصبيه بالظبط هي اللي مش سمه لكن العنف ما هو كان بيلعب كده مع اسلام مع محمد انا منعتك دلوقتي تكسب ما تكسب لا اكسب ما عنديش مشكله انت ايه اكيد لك خلاص بدي رساله برضه لعيبه الاهلي انه يا جماعه مفيش حاجه اسمها مباراه سهله خلاص مفيش حاجه اسمها يعني ايه كان دايما مانويل جوزيه مثلا يكون مخلص وسيب الفرقه مثلا تلعب ماتشين ثلاثه لا ومدي الاساسيين كلنا اجازه كان يكون مدي الفرقه الاساسيه كلها اجازه ما كانش في كده ده 13 لعيب انا بقول الاساسي بثلاثه احتياطي انا بقول لك اهو فاللي انا عايز اقوله ايه انه هي دلوقتي انا عاوز اجرك للملعب بتاعي ايوه فانت دلوقتي خلاص الحدوته يا جماعه خلاص وضحت يبقى انت خلاص على عاوز راجل ايه زي ما بقول لك خلي الصلاح صاحي خلاص ما عادش فيه استعد بقى انه ده اشارات لحاجات تانية جايه قدام الامور بقت على فكره اللي بيتابع بيراميدز هيشوف في شغل معمول على بامانه شديده كويس جدا صراحه بص النزول بمتوسط اعمار لعيبه والدفع بعناصر هيبقى لها دور في الموسم اللي جاي ماشي هيبقى شيء مهم ده الحاجات اللي انت تاخد بالك منها عشان كده بقول لحضرتك ايه انا قلت ايه النادي الاهلي النادي الاهلي بعد كده لما تيجي تتكلم فنيا يعني النادي الاهلي طلعوا بره القصه وبعد كده اتكلم على تاني فرقه بعد النادي الاهلي على طول بيراميدز صحيح عاملين فريق جيد وعاملين شغل كويس وعاملين لعيبه كويسه في عناصر شوف في ولاد شباب كتير جايين على فكره الحقيقه تقال لا يعني عشان كده هم المنافسين في ولدين هيبقى لهم مستقبل كبير جدا محمود صابر وابراهيم صابر وابراهيم وحتى الولدين اللي نزلوا في الاخر منهم محترف صغير يعني عاوز اقول لك ايه لا في شغل كويس بص صراحة. في نزول بايه؟ متوسط بصراحة. الاعمار واستعداد لهدف تاني هم بيشتغلوا إيه؟ هم عايزين ياخدوا بطولات طبعا لا طبعا لا طبعا لا 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 يعني فطبعا مش هينتظر وعارف ان مشكلته في حاجه واحده هي مشكله الجمهور ما عندوش جمهور فهتبقى معركته مع مين؟ مع جمهور جمهور مين رقم واحد؟ جمهور النادي الاهلي. هعمل ايه؟ احاول ان انا اعكن عليك. طبيعي. احاول ان انا ادور لك عليا مشكله. مشكله يا جماعه حصلت وحصل خروج عن النص والاهلي كان اسرع وخد قراره وخد قرار تاديبي وخلاص وانتهت المشكله والرابطه خدت قرارها وحسين طلع عمل بيان اعتذار. عاوزين نعمل نصعد المسائل لابعد من كده خلاص احنا الدنيا واضحه والهدف واضح. صعد هو طبعا اعمل اللي انت عايزه بس انا بقول لك على حاجه انتظر الاهلي في الموسم الجديد. ان شاء الله. وهذا هو او هذه هي نهايه الحلقه ننتظر النادي الاهلي في الموسم الجديد لانه في النهايه يحدث ما يحدث وكل واحد يقول اللي هو عايزه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه امام الاهلي تحديات كبيره جدا طبعا انك تدافع عن الالقاب دي كلها طبعا ما فلازم احنا كل سنه في هذا الامر يعني. يمكن السنتين اللي قبل اللي فاتوا دول كانوا صعبين شويه ولكن السنه اللي فاتت الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب بطولات يا رب نقدر نحافظ عليهم السنه الجايه بمجلس إدارة بلاعبين بجهاز فني بجمهور يقف كالعادة في خلف أو في ظهر نادي أنا بشكرك جدا شكرا جزيلا أستاذ محمود شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير